اول حاجه ايه اللي بيمر بيه البلو في المرحله دي؟ اول حاجه هو دلوقتي حالا بيمر بوضع اساس لمرحله جديده او لحاجه جديده بيبتديها. ممكن يكون البلو بيبتدي عمل جديد، اوكي، او بيبتدي مثلا مشروع جديد او عمل جديد، او هو في نفس مكانه بس في قاعده قاعدها اهو مع ناس، ممكن دول يكونوا شركائه في الشغل او زمايله او مديرينه، لوضع خطه واساس للمرحله اللي جايه. كويس، ان شاء الله هيبقى ميتنج او اجتماع مثمر باذن الله، بس المطلوب من الدلو انه يسمع كويس للتيم بتاعه، يسمع كويس لزملائه او شركائه في الشغل، وما ينفرش وينشف دماغه في حاجه معينه. نسمع بعض، ده عمل جماعي. لو الدلو هو صاحب العمل ده برضه نفس الحكايه، يعامل الناس اللي شغالين معاه على ان هم شركائه مش ناس بتشتغل عنده، تمام، عشان نوصل في النهايه لوضع اساس محترم كده للمرحله الجديده اللي داخل عليها برج الدلو. كويس، طيب ايه الحاجات اللي نفسه فيها برج الدلو؟ يعني هو ده تقريبا، ده كارتك يا برج الدلو. عارفين حاجه ماشيه بسرعه، مش بسرعه، فيها يعني مردود كتير، هو عايز مردود كتير، وكمان ممكن يكون الدلو هو اللي عايز يدي، عنده كميه طاقه حب وطاقه عطاء كتير ونفسه ان هو يطلعها. طب ما تطلعها، حب الناس اللي حواليك، اديهم اهتمام، ركز معاهم، اديهم حب. دي طاقه انا شايفاها، دي حاجه نفسه يعملها الدلو، وعنده طاقه اهتمام وحب، ويعني طاقه كبيره جدا نفسه ان هو يخرجها. ايه كمان ممكن يكون الكارت ده بيوحي؟ ان برج الدلو محتاج لشويه ايجابيه في حياته، محتاج شويه طاقه ايجابيه. ده كارت النجم، وده بيوحي بطاقه، مش بس طاقه عطاء، لا كمان طاقه ايجابيه، نجم، حاجه منوره، طاقه. يمكن تكون طاقته دلوقتي، علشان كده الكارت ده جاي في الحته دي، ان هو نفسه في طاقه كويسه، ان هو مفتقد للحته دي، مفتقد ان طاقته تكون متجدده. جدد من طاقتك يا برج الدلو، في حاجات كتير جدا ممكن تعملها تجدد من طاقتك، الرياضه، تلعب رياضه، تحفز نفسك، ادي نفسك دايما امل ان اكيد ان شاء الله بكره هيكون احسن، هتلاقي طاقتك ان شاء الله اتجددت والدنيا عندك بقت تمام. ايه التحديات اللي عند برج الدلو؟ اهي ده كارت بيوحي بالثقه بالنفس قوي، واثق من نفسه قوي، في حته البادي لانجوج بتاعت الكارت اللي هو ايه، انا جامد قوي، انا اعمل اي حاجه، انا افوت في اي حاجه. دي التحديات اللي عندك. لعل وعسى ده انذار يا برج الدلو انه زياده الثقه في النفس ممكن يكون ليه يعني مردود عكسي، يعني كل حاجه بمقدار معقول حلوه جدا. دي التحديات اللي قدامك، ويمكن يكون معنى الكارت التحديات ان انت مش عارف تبتدي البدايه الجديده دي. ده واحد مقبل على حاجه جديده ومستعد لها ومتحمس ليها جدا جدا، يمكن الدلو مش عارف يوصل للنقطه دي، في عكوسات، في حاجه واقفه في طريقه انه مش عارف يوصل لحته البدايه الجديده دي. اصبر ان شاء الله كل حاجه هتكون كويسه. ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا برج الدلو توصل للنقطه دي؟ للاسف الماده، الفلوس، اللي هيساعدك انك تستثمر في من فلوس، يعني فلوس حقيقيه، ان انت توصل للحته دي. ايا كانت المشكله اللي بيمر بيها الدلو، انا شايفه الطاقه، المسج اللي جايه لي، الحل او الوسائل المساعده اللي ممكن تساعدك توصل للنتيجه اللي انت عايزها، فلوس. اما انه بتدفع مثلا في استثمار، بتحط فيه فلوس عشان تحل مشكله معينه محتاج تدفع فيها فلوس، ده الحل. helpful matters، الدراهم، ده اللي هيساعدك تخرج او انك انت توصل للحته اللي انت عايز توصل لها. اوكي، ايه النتائج المتوقعه اللي تحصل بالنسبه للشهر ده؟ هيوصل لايه الدلو؟ البدايه الجديده جايه اهي، خلاص اهي. ايس، الايس زي ما اتعودنا في اللايفات اللي قبل كده، دايما بيوحي ببدايه جديده وانتصار. لو عندك مشاكل او عكوسات دلوقتي يا برج الدلو، توقع ان شاء الله انتصار،
جواك زي ما قلنا طاقة عطاء كبيرة جدا جدا، او انت واخد بالك ان انت محتاج تركز ان انت بجد طاقتك وطاقتك تكون احسن، عارف انت لازم تعمل ايه، ومقبل انك انت تبتدي بداية جديدة هتوصل ان شاء الله. بس الحاجة اللي انا شايفاها ان انت محتاج تعتمد على نفسك في حاجة، فخليني اقول برج الدلو لو انت معتمد على ناس تانية ان هي تحل لك المشكلة او توصلك للنتيجة اللي انت عايزها، لا اعتمد على نفسك، ده معتمد على نفسه. كويس؟ طيب تعالوا نشوف بالنسبه لصحه الدلو، نطمن على صحتها اخبارها ايه. القراءه حلوه الحمد لله، ما فيهاش اي مشاكل، شايفاها ماشيه بشكل شكله شهر مهم عند برج الدلو، وان شاء الله هيعمل حاجه كويسه وهيوصل للنتيجه او البدايه اللي هو عايز يبتديها دي. اوكي، صحيا ما شاء الله كويس، لا حلو جدا، بس بيميل للجلوس، يعني ما بيتحركش كتير. عايز تجدد طاقتك اتحرك، اوكي اتحرك، القعده دي مش كويسه. بس الصحه الحمد لله شايفاها كويسه جدا، بس ما انت حبتين. الحاله الماديه انا شايفه ان الدلو راضي، بيقول الحمد لله. يعني ده الصراحه الكارت ده انا يعني بحبه اكتر من كارت ان حد يبقى ان شاء الله عنده مثلا تحسن في الحاله الماديه او اي حاجه. حاله الرضا دي ان هو قاعد بيقول الحمد لله، اشكرك يا رب، انا عندي كل اللي انا محتاجه. فالحمد لله الحاله الماديه كمان عند برج الدلو لوكس جود. طيب تعالوا بقى نشوف الدلو عاطفيا اخباره ايه. وليد جاي ان شاء الله، هنقول الحمل باذن الله، بس ماشيين بالترتيب برج برج. القراءة العاطفية برج الدلو، تمام. مش بقول لكم لا، الدلو عنده كمية مشاعر الفترة دي يعني لا تقدر بثمن، بس مش عارفة ليه ما بيوريهاش. يعني هو جواه حب وجواه طاقة اهتمام حلوة جدا، بس ما بيوريهاش. طيب الدلو حالته عاملة ازاي؟ هو ده فول بالنسبه للعلاقه، يعني القراءه العاطفيه. هو عامل اهبل، عامل مش واخد باله، او خلينا نقول حاسس ان هو في العلاقه حاسس ان هو حر، مش حاسس بقيود، ودي حاجات مهمه جدا عند برج الدلو. انا شايف ان هو حاسس بمغامره، حاسس ان هو مبسوط. هو معنى من الاثنين، اما ان هو عامل نفسه مش واخد باله، او ان هو مبسوط ومتحمس وحاسس ان هو بيعمل مغامرة حلوة جدا مع شريكه، تمام. بالنسبة لشريك الدلو حالته عاملة ازاي؟ لا انا شايفة ان الشريك كمان حاسس ان هو مبسوط، حاسس بوفرة، يعني حاسس انه في انبوتس كتيرة جدا بيحسها من ناحية الدلو. حاسس ان هو يعني مدلع، ايا كان بقى شكله، بهدايا، باهتمام، بحب. شريك الدلو انا شايفاه في حته حلوه، يعني مبسوط وحاسس بحاله وفره، الدنيا تمام. الدلو عايز يعمل ايه او نفسه في ايه؟ انا شايفه ان هو حابب يقدم حاجه لشريكه، اما هديه، يقدم له عرض لو العلاقه دي لسه ما دخلتش في ارتباط رسمي، عايز يقدم عرض ارتباط، عايز يقدم له حب اكتر كمان من اللي هو بيعمله دلوقتي. يمكن الدلو مش عارف يعني يوضح مشاعره قوي، فهو نفسه يوضحها بشكل احسن او بشكل مادي اكتر. طيب الشريك الدلو نفسه في ايه؟ مش عارفة، يعني الحتة دي شكلها غريب قوي. يمكن شريك الدلو عايز يعمل عملية اقف هنا، باوز، حاجة تقف. يمكن مبسوط قوي من الحاله اللي هو فيها دي، يعني عارف اللي هو وقفني هنا، انا مش عايز، يعني عايز افضل في الحته دي كتير. دي حاله، حاجه واقفه ما بتتحركش، زي ما تقول عايز الزمن يقف في الحته دي، نفضل كده بالشكل ده. فده اللي نفسه فيه شريك الدلو. اوكي، الدلو شايف شريكه ازاي؟ هو شايفه ده بمعنى في تغيير كبير طرأ على الشريك.
اوكي، يمكن دي حاجه ما تخصش العلاقه، العلاقه نفسها على قد ما تخص الشريك نفسه. يمكن الشريك بيمر بتغيير جامد في حياته، او بيواجه شيء صعب شويه، ممكن يكون شويه قلقان، خايف من حاجه، يمكن حاله لو دي علاقه جديده الشريك حياته بتتغير شويه بسبب العلاقة دي، ابتدى ان هو حياته تاخد شكل مختلف وتاخد مرحلة، تخش في مرحلة تانية، فهو قلقان شوية، فده لو شايف شريكه داخل في مرحلة تغيير جامدة جدا وخايف شوية. اوكي تمام. الشريك ده لو شايفه ازاي؟ King of Pentacles، حد عنده عطاء كتير جدا ما بيخلصش، واداله فعلا عطاءه كتير جدا جدا. شايفه ان هو يعني بقى عنده حكمة شوية كمان، الكاتب يوحي بأن في حكمة، بقى بيشغل عقله شوية، بقى في شوية في رزانة في الموضوع، أو يمكن هو أصلا كده. فهو شايفه شخصية يعني عطاء جدا، وكمان شايفه أنه هو شخصية حكيمة وبيهتم وبيراعي الناس اللي حواليه. تمام. إيه الطاقة اللي ما بين الدلو وشريكه؟ strength. في حاجة اما الدلو بقى او شريك وحد منهم عايز يقولها للتاني، في حد عايز يقول لحد حاجه وعمال يختار كلامه كويس جدا بحيث ان هو يقول اكتر كلام دبلوماسي ممكن. تمام. يمكن الحاجه اللي بيمر بيها الدلو او شريك الدلو، عارف، بيحسسوا على بعض، بيحسسوا على بعض. بس اللي انا شايفاه انه الاثنين بيثقوا في بعض جدا، في عمليه ثقه جامده جدا، وفي عمليه انه زي ما قلنا ثقه، وانه الاثنين شخصيات قويه جدا وشخصيات قياديه جدا، لكن مع بعض بيتحولوا ل حاجه يعني very delicate very delicate. فالطاقة حلوة جدا، طاقة strength، زي ما قلنا حاجة من اتنين، اما الثقة ما شاء الله بيثقوا بعض جدا جدا ومسلمين لبعض امور بعض، يعني فاهمين قصدي ايه، انه انا بثق في شريكي جدا وعارف ان هو هيديني نصيحة مظبوطة، او انه في حاجة الشريك واحد منهم عايز يقولها للتاني بس بيختار كلامه كويس قوي قوي، او بيختار الوقت اللي يقوله فيه كويس قوي قوي. طيب ايه اللي بيحصل الشهر ده؟ الشهر ده انا شايفه انه في عمليه انتقال لوقت هادي جدا، في حاله استقرار، زي ما احنا شايفين لو الفتره اللي فاتت كان فيها شويه تقلبات او حاجات مفاجاه بتحصل، الموضوع رايح لحته فيها استقرار وهدوء كويس جدا جدا، او خلينا نقول بنعدي البر امان. كان الفتره اللي فاتت فيها شويه مخاطره، والفتره اللي جايه هتكون ما فيهاش مخاطره، فيها خلاص امان وفيها استقرار. كويس. ايه المتوقع يحصل الشهر الجاي؟ وخلينا نقول انه دي بقى دي توقعات فعلا، ودي الطريقه بتاعه الماب، فمش عايزاكم تركزوا قوي بالنسبه للشهر اللي جاي، دي طاقه ثانيه ممكن جدا تتغير. كويس. في هنا خساره بتحصل، اما خساره ماديه او خساره حد، انه الدلو او شريكه بيفتقد حد، ومش لازم الفقدان ده ان هو يكون لا قدر الله موت، لا ما قلتش كده، ممكن تكون في حد بيمشي بيسافر مثلا، او بيحصل خلاف ما بينه وبين حد وبيحصل فراق، بس الفراق ده بيزعل اما الدلو او شريكه، ففي حاله خساره او هم شويه في شهر سته. طيب شهر سبعه القعده دي، اما انه الناس اللي لسه ما ارتبطوش دي قاعدة فيها تعارف، وانه خلاص بيمهدوا ان يحصل ارتباط رسمي، وبالنسبة للناس اللي مرتبطة بالفعل فده برضو اجتماع عائلي، بيقعد الدلو وشريكه وافراد من الاسرة في جو كويس جدا جدا، والدنيا الحمد لله ماشية تمام قوي. طيب القراءة حلوة جدا للدلو، والدلو عنده عطاء كتير جدا وطاقة حب كبيرة جدا خرجها يا برج الدلو، هتبقى فرحان جدا ومبسوط لما تحس قد ايه شريكك حاسس ان هو يعني محظوظ ان هو يكون مع حد زيك. كلين ات اب، محتاج تعمل عملية تنظيف يا برج الدلو. شفتوا قلت لكم موضوع تجديد الطاقة ده بالنسبة لكم مهم جدا، مش بس الطاقة كشكل بشكل روحاني يعني او منتلي، لا ممكن يكون تنظيف فيزيكلي يعني بشكل اسمها ايه
يعني واقعي انه تنظف حواليك الكراكيب اللي ملهاش لازمه ترميها، ده هينظف لك الطاقه كويس جدا. وكمان ما تسيبش clean it up، نظف كويس، نظف بذمه، تمام؟ يعني ما تسيبش حاجه لازم ترجع تعملها تاني، نظف، تمام؟ لو انت شغال على حاجه دلوقتي ما تقولش هعملها دلوقتي بالشكل ده اي حاجه وابقى اظبطها تاني بعدين، لا، نظف، عملية تنظيف، تمام؟ التنظيف زي ما قلنا، اما تنظيف عملي، بيتك، مكتبك، عربيتك، الحاجات دي كلها، الموضوع ده هيجدد من طاقتك جدا جدا. تنظيف داخلي لروحك، انك انت تتأمل في نفسك وتقرب من نفسك وتبتدي تظبط كده الطاقة بتاعتك انه تستقبل حاجات كويسة. انا شخص كويس وهتجيلي حاجات كويسة وهوصل اللي انا عايزه، كل الحاجات دي هجيب لك في الاخر ان شاء الله حاجات كويسه جدا. الصلاه طبعا من اكتر الحاجات اللي بتجدد الطاقه، ودي ما فيهاش كلام، ما فيهاش فصال، هتلاقي وشك نور يعني، مش اكتر من كده. وكمان لو احنا بنتكلم بشكل عملي، التنظيف انك تبدا